هل أصبحت بيروت حماس لاند؟ هي ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها التوتر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لكنها المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن بيروت هي ساحة هذا التوتر الذي قد يؤدي إلى تصاعد وربما أكثر. البداية مع التهديد الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، فهو قال: حماس ووكلاء إيران بالمنطقة يدركون جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا، سواء في الضفة أو غزة أو أي مكان آخر. في المقابل وصفت حركة حماس تهديدات نتنياهو باختيار العروري بأنها تهديدات جوفاء، وتوعدت بأن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم. ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان اتفاق القاهرة عام 1969، وهو اتفاق تم لغرض تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. اتفاق القاهرة أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في لبنان، حيث تم الاعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل لبنان، وقد حمى هذا الاتفاق الفلسطينيين من المحاولات المتعددة لنزع سلاحهم. من العام 1969 لغاية العام 1982 كان لبنان مسرحاً لمواجهات ومعارك واجتياحات ما أدى إلى إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني، ومعه اتفاق القاهرة ناهيك عما حل بلبنان من ويلات. هل ستتكرر تجربة حركة حماس عام 2023 كما كانت تجربة حركة فتح عام 1969؟ طبعاً اليوم الظروف مختلفة كلياً عن ظروف القرن الماضي، لكن أن يتكرر جزء من هذه الظروف ففي الأمر وجهة نظر مع أدلة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. من أهم هذه الأدلة أن الرجل الثاني في حركة حماس موجود في بيروت وليس في غزة التي تعتبر معقل الحركة. أما التهديد الذي وجهه نتنياهو إلى هذا المسؤول الفلسطيني الكبير فهو برسم التنفيذ في العاصمة اللبنانية وليس في القطاع الفلسطيني. هل ستتطور الأحداث لتصبح بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية ساحة كر وفر بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية؟ كثير من اللبنانيون الذين ما زالوا على قيد الحياة يتذكرون كيف دخلت حركة فتح وسائر المنظمات الفلسطينية المسلحة إلى لبنان وكيف خرجت منه في القرن الماضي وبأي كلفة. أما اليوم فنحن أخذنا علما بأن حماس دخلت لبنان، أما عن نتائج هذا الدخول فنقول الله يستر.